الآن نبي نتكلم عن حجاج بلاد الشام، مصر وبلاد الأناضول. التجمع الأول في مدينة الكرك ثم في معان، وعندهم دربين. الدرب الأول اللي هو العقبة حتى يصلوا إلى مدينة ينبع، ومن ينبع إلى المدينة، هذا الدرب. الدرب الآخر يسلكون من معان إلى تبوك، إلى العلا، إلى خيبر، إلى المدينة. هذه الدروب. طبعا في تلك الحقبة الزمنية يعني الخطر اللي هو الأمن، يعني القافلة عندما تسير لابد أن يكون معها أمن، لكن ما بالك في مثل جميل يقول: من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا كان ولي الأمر في زمن الدولة الفاطمية يعني الناس حاجة يقول: لا، لازم تدفعون ضرائب، كل واحد يدخل حجاج لازم يدفع، الشخص سواء ذكر أو أنثى، 7.5 دينار. هذه ضريبة. من الذي شاله؟ شاله، وكثير من الناس ما يعلم، صلاح الدين الأيوبي غفر الله منع هذه الضريبة، قال الحج للناس. فهذه كانت من الأشياء اللي في تلك الحقبة الزمنية. تخيل، يقول، ذكر أحد المؤرخين يقول أنه في سنة 380 أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن لم يحجوا، لأن بعضهم يقول ما قدر يدفع المال من أجل هذه الضريبة. في مصر وكذلك السودان وبلاد المغرب الأقصى في درب آخر غير اللي حنا ذكرناه، أنهم يأتون من الفسطاط إلى السويس ويمروا بسينا إلى العقبة. طبعا في طريق بري، من اللي مهدوا؟ مهدوا قنصو الغوري من السلاطين المماليك، هذا اللي مهدوا ووضع على ما شبيه بدرب زبيدة، هذا قنصو الغوري. أيضا لقنصو الغوري فضل على الحجاج، لأنه كان يقول من الفسطاط، بعد ذلك سميت جت مدينة القاهرة، يأتون إلى قنا فيجتمعون مع أهل السودان، ثم يأتون على الدرب البري إلى، فيه أظنها الآن اسمه سفاجة، كان اسمه عويذيب في تلك الحقبة، ثم يبحرون إلى مدينة جدة. هذا طريق آخر لأهل مصر والسودان. كذلك أيضا يلاقون أصناف، يعني أما الغرب يعني من المخاطر، أو كذلك قطع الطرق وكذا. وأيضا لا نخفي أنه في تلك الحقبة كان قطع الطرق خصوصا في المناطق البريرية ينشطون في موسم الحج، لأنهم يعلمون أن الحاج أتى بالماء. وكثيرا من الناس لما يأتي إلى مكة يأتي بالمال فعلا من أجل الصدقة، بعضهم يريد أن يحجج إلى أبيه أو أمه. هذه من بعض المواقف عن السلاطين في تلك المنطقة. أيضا لا نخفيكم أنه في نهاية القرن 19 الميلادي مشايخ شنقيط قالوا السنة هذه لا عليكم حج يا أهل المغرب الأقصى. لماذا؟ يقول لأن الأمراض تفشت، وكذلك الأمن قل، وكذلك أنه كان في جو في فصل الصيف، يعني فيه مشقة على الناس. هذه بعض المواقف عن الحج في تلك الحقبة الزمنية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.